سريعا أخبار الأهلي والزمالك، نشوف أخبار الزمالك الأول. حسام حسن على أولويات فريق الزمالك كمهاجم، وفي مهاجم تاني أفريقي، وفي مهاجم تاني أفريقي. اختيار ساسي ما بين كارتيرون كابتن حسين السيد والكابتن حسين لبيب، ده اختيار ساسي وقريبا جدا هتسمعوا عن حد في المكان ده. عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، شعار الزمالك وخدوا دي على مسؤوليتي، على مسؤوليتي، وانتوا قعدوكم معايا ان انا بقول على مسؤوليتي، يعني انا عارف انا بقول ايه. الزمالك والاهلي، الزمالك والاهلي، مجلس الاداره الحالي واللجنه التي تدير نادي الزمالك حاليا اصدقاء، وبتجمعهم قعدات واجتماعات. اتفقوا على الاتي، ان في سقف لكل لاعب محدش هيتعداه، الزمالك ابتدى يعمله والاهلي اوريدي كان عامله، وفي شعار المرحله اللي جايه اللي مش عايز الاهلي والزمالك الباب يفوت جمل. اللاعب اللي مش عايز الاهلي والزمالك عرضه ساري، عرضه مش ساري، عرضه جايب عرض، جايب رقم، عايز تتباع النادي هيطلب فيك رقم، اتفضل. لان اللاعب اللي هيقعد في الاهلي والزمالك من هنا ورايح يفهم ان هو بيتمتع، فلوس هتاخد، بطولات هتاخد، وهتنافس جماهيريه بالملايين مش هتلاقيها في اي حته، مش هتلاقيها في اي حته. فشعار الاهلي والزمالك المرحله القادمه، اللي مش عايز يكون موجود الباب يفوت جمل. أمور واضحة، نادي الزمالك دلوقتي بيشتغل بشكل هادئ جدا، وشيكابالا هو كلمة السر مع اللجنة الحالية ومع الكابتن حسين لبيب ومع الكابتن حسين السيد في تسهيل التعاقدات للعيبة اللي موجودين. ابتدى يشد اللعيبة، ابتدى يقعد في وجود جنش، في وجود طارق حامد، يا جماعة هنكمل، هندوس البطولة دي مهمة، اللي عايز يكمل كمل، اللي عايز يجدد يجدد، اللي مش عايز، الزمالك ما بيقفش عند حد. واعتقد ان الزمالك وصل لنقطة رائعة، نتمنى له ان شاء الله بإذن الله كل التوفيق. نشوف